اهلا وسهلا، اغلى من ينورنا بشار الشطي. الف مبروك الشهر الكريم، رمضان كريم عليك. مبارك عليكم الشهر مهند حبيبي وبسنت، وان شاء الله يا رب الله يسلم تابع نوركم ويعطيكم الف عافيه على هالمجهود الجميل وهالظهور الحلو اللي احنا نستمتع فيه يوميا. بيك بيك يا بشار، بيك نورتنا وسعيدين جدا بوجودك. الله يسلمك. نبي نقول لك اول حاجه طبعا يعني مبروك على زواجك في المسلسل من زبيده. بس طبعا هذا الموضوع يعني عامل حيره عند الناس، يعني كثيرين الان بشار حاسين يعني في شويه تناقضات، انه ليش سالم اللي هو طبعا صاحب الملك وابن الوحيد بيحاول مع زبيده انهم يدوروا حول مارغريت؟ طب في سر في الموضوع وراء هذا الزواج؟ والله هو حلقة بعد حلقة راح تشوفون أسرار اللغز اللي راح ينفك، راح يكون في الحلقة الأخيرة طبعا. في أمور راح يستوعبها المشاهد اللي بعدها راح يقول آه يا ريتني يعني ما فكرت كذي يعني. إن شاء الله يا رب راح تكون الأحداث تصاعدية دائما، يعني حلقة بعد حلقة بعد حلقة بعد حلقة، وإن شاء الله تشوفون عمل بإذن الله يليق فيكم بالمشاهد العربي من خلال شاشة كل العرب NBC. جميل. إن شاء الله يا رب. حلو. طيب بشار، الجمهور اللي بيتابع المسلسل حاسين يمكن أنه القصر بيعيش اللي بتعيش فيه طبعا مارغريت عبارة عن ألغاز وحكايات، ومع توالي الحلقات هينكشف لغز كل شخصية واحد فيكم، فإيه رأيك في الكلام ده وإيه اللغز اللي بيتعلق فيك أنت كسالم؟ والله هو يعني بالتأكيد نفس ما قلت، هي الموضوع تقريبا ألغاز مزروعة في الشخصيات، وساعات يعني ممكن الشخصيات ترمز لأشياء في الحياة، يعني الخير الشر الطيب النفاق الـ يعني سوء الظن عدم احترام الغير، يعني أشياء نعيشها في الحياة مجسدة في شخصيات إخواني وأخواتي الفنانين اللي معانا يعني. فهذه الأسرار بالفعل راح مع تصاعد الأحداث لين نوصل النهاية، راح كل إنسان يكون في مفتاح للغزة، راح نوصل للنهاية ممكن ناس يتوقعونها وممكن ناس ما يتوقعونها. فإن شاء الله يا رب يعني في القادم الأيام كل ما له الغاز هذه راح تنفك. طيب بشار، نبغى تغششنا شويه تغشيشه بسيطه يعني كذا بس، يعني هل راح تقدر مارغريت تسيطر عليك وتكون تحت امرها في صراعها معاك على الارث؟ والله يعني كل شيء جايز، لكن انا اتمنى يعني ان اتمنى ان الخير ينتصر وصاحب الحق ياخذ حقه. طيب نحن ما في غير ان منتظرين، هذا اللي هنقدر نقوله ما غير كذا. طيب بشار، كمان اللي عرفناه انه الفنانه حياة الفهد ده هي شخصيا هي اللي رشحتك للدور وشافتك انت في الشخصيه اللي بتقدمها في مسلسل مارغريت، فاحكي لنا شويه عن اللي دار بينك وبينها في اللقاء الاول نفسه. طبعا في البداية أحب أعزي الأستاذة القديرة حياة الفهد بوفاة أختها، وإن شاء الله يا رب لها طول العمر. بالفعل طبعا الأستاذة حياة كلمتني شخصيا، وكان هذا طبعا يعني نفس وسام على صدري، المكالمة هذه كانت تعني لي الكثير. أنا تجمعني علاقة ابن في أمه يعني من خلال خلف الشاشة مع أم سوزان، لكن سبحان الله هذا كان التعاون الأول، فاتصالها فيني كان يعني نفس ما يقولون شيء يعني أثلت صدري وأفرحني أني أنا أكون مع قامة فنية، ولا يهونون طبعا باجي إخواني وخواتي طبعا بوعلي حسن البلام والشباب والبنات، طبعا بدون لا أذكر أسامي عشان ما أنسى أحد، كلهم نجوم كلهم من كان في مكانه يعني. طيب بشار، عايز اسالك النهارده، هل انت جسيت الدور زي ما هو ولا اضفت اشياء مثلا من عندك من روحك المرحه؟ كلمنا برضو عن التفاصيل دي. والله شوفي، الشخصية يمكن شوي أنا سويتها مبهمة، هدوء سالم، هذا الهدوء اللي ساعات الإنسان ما تعرف شنو، إحنا عندنا بالكويت نقول ما تعرف مايته، يعني ما تعرف من وراء إيش، فالهدوء هذا اللي أنا كنت مسويه، في ناس يشوفونه ضعف، في ناس يشوفون أنه هو عنده حالة نفسية، في ناس يشوفون أنه هو زي ما بيقولوا المصري مية من تحت تب، في ناس يشوفون أنه لا هو يعني مركز لكن بهدوء، أو الهدوء اللي يعني يسبق العاصفة. فأنا يعني تعمدت أني أكون هادي حتى في أماكن مفروض أنه يكون الواحد ينفعل أو يغضب، لكن أنا في كل هالمواقف تلقيني هادي ومو مبين حتى نوع شعوري يعني تجاه الأحداث اللي قاعد تصير.
جميل جميل. طيب بشار اكيد احنا يعني وكل اسره ترندنج ايضا نعزي الاستاذه حياه الفهد في وفاه شقيقتها، عسى الله يرحمها ويغفر لها في هذا الشهر الكريم.